يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات المهمة التي تخدم المواطن. وخلال الجلسة تمت مناقشة طلب مقدم من عدد من الأعضاء بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. بدأت الجلسة بمناقشة طلب مقدم من عدد من الأعضاء بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف. وأشار النواب خلال المناقشات إلى أن ضرورات الأمن القومي تتطلب وجود استراتيجية ورؤية قومية ترسم أهمية وأهداف وملامح استدامة الوعي الوطني وتحدد بوضوح أدوار مؤسسات الدولة المعنية وأوجه التعاون بينها. الدراسات والنظريات الحديثة في العلوم الاجتماعية تؤكد على أن الوعي الوطني ليس قضية فلسفية أو اجتماعية فحسب، بل هي صناعة تحتاج للتنمية، وباتت صناعة الوعي الوطني تتطلب وضع خطط قومية واستراتيجية طموحة لاستدامة الوعي الوطني وإزكاء روح المواطنة الإيجابية. يحسب لمجلسنا الموقر التصدي لهذه القضية الهامة، قضية العصر، وهي قضية الوعي. واختص بتعريف الوعي الوطني، فعندنا نبحث عن معنى الوعي، والوعي بالوطن هو حقيقة وجود قبل أن يكون علاقة ارتباط بين ثابت وهو الوطن ومتغير وهو الوعي. كما أكد عدد من النواب أن الدولة تواجه في هذه الآونة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها على مر تاريخها المعاصر، في ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية. هذه المناقشة وطلبنا من الحكومة الرشيدة إيضاح ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن، وخاصة أنه المحور الأهم في بناء الإنسان المصري، وهي القضية التي طالما نادى بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة لمشروعه الوطني الطموح للتنمية والتقدم. الوعي الجمعي هو اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، اللي هو وعي الإنسان بمجتمعه ووطنه وأمته، وبالتالي يكون الوعي هام ليس في مجال معين فقط كمجال الإرهاب، لكن الوعي بمشكلة خطيرة زي المشكلة السكانية يعلو على الوعي بمشاكل الإرهاب، خاصة مع تفوق الجيش المصري والشرطة المصرية والسيد الرئيس في تجفيف منابع الإرهاب، لأن الزيادة السكانية أخطر لأنها تأكل التنمية. وفي نهاية الجلسة تمت إحالة طلب المناقشة والمناقشات التي دارت حوله إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدينية. وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية نهضة كبيرة في مجال التكنولوجيا والمؤثرات الخارجية، مما يتطلب التركيز على أهمية رفع الوعي عند المواطنين حفاظا على إنجازات الدولة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع. من وجهة نظر هي أخطر قضية بتواجه مصر في السنوات الأخيرة بعد الإنجازات الكبيرة اللي تحققت، محتاجين إلى وعي حقيقي يحافظ على هذه الإنجازات ويحمي ويحصن الشباب ضد كل الأفكار الشاذة والأفكار الغريبة التي تأتي من الخارج، وضد كل العمليات الممنهجة للتشويش على وعي الشعب المصري. لازم يبقى في وعي كبير قوي للشباب، عشان توصل الوعي للشباب لازم تكلم الشباب بطريقة الشباب،
مش بطريقتنا زمان التقليدية الحقيقة. يعني طريقتنا التقليدية كانت سهلة، إذا كان من تلفزيون، إذا كان من راديو، عملية بسيطة، إذا كانت من خطبة دينية وانتهى الموضوع على كده. بس كان بيساعدنا احنا في أجيالنا نشأة الأسرة المترابطة اللي عندها وقت، اللي قاعدين في البيوت، إذا كان الأب أو الأم عندهم وقت كبير لأولادهم. حاليا الأسر دي ما بقاش عندها هذا الوقت، وبالتالي بقى الدور أكبر على المدرسة، الدور أكبر على الدولة. وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، وذلك في إطار التعاون الدائم بين التنسيقية والجامعة لخدمة الطلاب. يتضمن البروتوكول العديد من أوجه التعاون، من حيث البرامج البحثية ومراكز التدريب لتخريج جيل واع بقضايا المجتمع ولتعزيز الهوية المصرية بين الخريجين وبناء الوعي لدى الإنسان. في إطار تعاون يهدف إلى تكوين جيل يتمتع بوعي وطني ووعي قومي في مواجهة التحديات المختلفة، خاصة أن التحديات العالمية والإقليمية تزداد يوما بعد يوم، ومن ثم علينا أن نتحد جميعا تحت مظلة الوطن من أجل توعية الشباب بأهمية القضايا المختلفة التي تتعلق بالتنمية والتحديات والأخطار التي تحيط بهذا الإقليم. ومن ثم نحن نلتقي أيضا على أرضية من خدمة المواطنين وأصحاب الحاجات. شهدنا توقيع بروتوكول تعاون ما بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وما بين جامعة القاهرة، والحقيقة طبعا ده يعد البروتوكول الثامن اللي بتقوم التنسيقية بتوقيعه مع الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة في بلدنا، لكن يعد الأول من نوعه مع الجامعات المصرية. أول جامعة هي جامعة القاهرة اللي عملنا معها بروتوكول تعاون، اللي بيهدف بشكل أساسي التنسيق الدائم ما بين التنسيقية وما بين الجامعة بهدف المشاركة في البرامج اللي بتقوم بيها الجامعة. بعد نجاح عدد من انضمام عدد من أعضاء التنسيقية للبرلمان بغرفتين نواب وشيوخ، قررنا أن احنا نعمل مجموعة من البروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. ابتديناها بعدد من الوزارات والهيئات المختلفة، واللي كانت بتحتك بشكل كبير أو بتمس بشكل كبير أجندة التنسيقية التشريعية. في مرحلة لاحقة لقينا أنه ضروري جدا نفتح مجالات تواصل أكتر وقنوات تواصل أكتر مع فئة الشباب تحديدا، واللي احنا بنعبر عن نفسنا ان احنا بننتمي ليها. طبعا البروتوكول هو ليه أهمية خاصة الحقيقة، لأنه أول بروتوكول يتم بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبين جامعة القاهرة. التنسيقية سبق وكان ليها أكتر من البروتوكول مع أكتر من وزارة، ولكن ده أول مرة يتم مع طبعا أهم جامعة في مصر وفي الشرق الأوسط، هي جامعة القاهرة. وده الحقيقة ليه هدف كبير جدا، وهو الوصول للشريحة الكبيرة اللي موجودة في الجامعة من الشباب.